السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نسهلها كالعادة بالعناوين. إصابة 33 مواطن بفيروس كورونا. جمعية المعلمين تدفع بالعمل الجماعي والتعاون. تنظيم نفير تنموي للشباب في حقات. مسلحون يهاجمون جامعة في شمال نيجيريا ويخطفون عددا من الطلاب. تفجير قنبلة في فندق يصاب السفير الصيني ومعتل 4 أشخاص. كوريا الجنوبية تفرج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة بسبب العقوبات. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 22 أبريل في مراكز العزل بأقاليم الأوسط والشمال وجنوب البحر الأحمر أعلنت إصابة 33 مواطن بفيروس كورونا، وظهرت 11 إصابة بين الإصابات 33 في أسمرة و11 في مصوع بإقليم شمال البحر الأحمر، وكذلك 11 في إقليم جنوب البحر الأحمر، 6 منها في عصب حاجرة الإقليم و5 في عدي. في غضون ذلك شفي 17 مرضى كورونا كانوا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات، 13 في إقليم شمال البحر الأحمر و4 في إقليم عنسبة. وبهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن 3597، شفي منها 3406 ووفاة 10 مرضى، ولا يزال 165 مصاب كورونا يتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 22 أبريل 2021. قال رئيس الجمعية المعلمين الأستاذ سمعون محاري أن الجمعية قامت بأعمال فعالة لترسيخ العمل الجماعي والتعاون والتكاتف فيما بين أعضائها، وأوضح أن الهدف الأساسي للجمعية تأمين كرامة وحقوق ومصالح المعلمين إلى جانب رفع مستواهم وتطورهم وجعلهم يقومون بدور رائد في أوساط المجتمع. وذكر أن الجمعية تمنح الاهتمام الأكبر لتنشئة وبناء مواطن نموذجي في كل الجوانب باعتباره واجب مهني للمعلم، وأشار إلى العمل الرائد للجمعية فيما يتعلق الحفاظ على القيم الوطنية وتوجيه الأجيال نحو التطور، فضلا عن خلق بيئة التشاور والتفاكر بين المعلمين. وأوضح أن الجمعية التي تأسست في 11 من أغسطس 1991 بتصريح من الحكومة الإريتريا بعد الاستقلال، كان عدد أعضائها عام 1994 حوالي 6000 عضو، ونتيجة الاستثمار في التعليم بلغ أعضائها عام 2021 حوالي 20000 عضو، بينهم 7000 عضوات. وقال الأستاذ سمعون محاري أن الجمعية تعمل إضافة إلى مساهمتها في العملية التعليمية المنتظمة، تعمل في محو الأمية ومساعدة أعضائها المحتاجين حسب قدراتها، وخلق العلاقات مع الجمعيات الوطنية والدولية لرفع قدرات أعضائها. قام الشباب العمال في مديرية حقات بأنشطة نفير تنموي بمناسبة الأول من مايو يوم العمال، وقد نفذ البرنامج الذي جرى بالتعاون مع الجهات المعنية في مدرسة حقات الزراعية الفنية بموجب البرنامج الذي وضعته الكونفدرالية الوطنية للعمال. وأوضح مسؤول الكونفدرالية الوطنية للعمال في إقليم عنسبة سيد أتو برهان قبراي أن العمل المنفذ يعكس شعار المناسبة العمل للحملة الخضراء. من ناحية ثانية جرت أنشطة صيانة طريق أقلاس أشرة الممهد بالنفير الشعبي. قال مسؤول المركز الصحي في عدي قعداد بمدينة قال نفحي أن عدد الحوامل التي يقمن بالمتابعة الصحية ارتفع بنسبة 10% خلال الربع الأول من هذه السنة. وأوضح الممرض مسجون يوحنس أن المركز الصحي يقدم خدمات الإسعافات الأولية ومراجعة المرضى وتطعيم الأطفال والمرأة ومتابعة نمو الأطفال والتحاليل المخبرية، وكذلك الفحوصات الشهرية لمرضى السكري وضغط الدم والربو.
وذكر القيام بجهود حثيثة لتقديم خدمات جيدة بهدف رعاية الأمومة والطفولة، مشيرا إلى أن الإنجاز الذي تحقق بخصوص التوسع لتطعيم الأطفال يعكس الوعي الصحي المترسخ. ويوجد في مدينة قال نفحي مركز صحي و14 عيادات، ويخدم المركز الصحي في عد قعداد، قرى مرحنو وصلاة دعرو وعد قعداد وعد قي وعد قنبلو وعد زمات وعد صناف وعد غيح ولامزة. تشهد مديرية عرزة أنشطة النفير لحماية التربة وحفظ المياه للحفاظ على الموارد الطبيعية ورفع الإنتاج الزراعي. ويجري النفير منذ شهر فبراير في المزارع والمراعي، ويشتمل على بناء المدرجات والحواجز المائية وتمهيد وتخصيب التربة. وأوضح خبير حماية التربة والمياه في المديرية السيد ملاكي في السهية إصلاح مساحة 2735 هكتار، وأن العمل مستمر حتى حلول موسم الخريف. مشاهدينا فاصل قصير، ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم على الصعيد العالمي. قتل شخص وخطف عدد ما زال غير محدد من طلاب جامعة في ولاية كادونا في شمال نيجيريا إثر عملية نفذها مسلحون. وأوضح المتحدث باسم الشرطة المحلية محمد جليج في تصريحات لقناة فرانس 24 أن مسلحين هاجموا الجامعة، وتابع قائلا: تم خطف طلاب لكننا لا نعرف حتى الآن عددهم. وقال مسؤولان في الجامعة لفرانس برس إنما لا يقل عن 20 طالبا في عدد المفقودين، لكن من غير المعروف عدد الذين خطفوا بينهم وأولئك الذين تمكنوا من الفرار. وأكد وزير الداخلية المحلي في الولاية سامويل أروان في مؤتمر صحفي وقوع الهجوم، موضحا أن موظفا في الجامعة قتل. وتشن عصابات مسلحة معروفة باسم قطاع الطرق في هذه المنطقة من نيجيريا عمليات منذ عدة أشهر تهدف إلى خطف تلاميذ وطلاب من مؤسسات تعليمية للحصول على فدية، وخطف 730 من الأطفال والفتية منذ ديسمبر. أفاد مسؤولون باكستانيون بمقتل 4 أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 10 بانفجار قنبلة في فندق يستضيف السفير الصيني في جنوب غرب باكستان. ووقع الانفجار في موقف سيارات تابع لفندق سيرينا الفاخر في مدينة كوبنا عاصمة إقليم بلوشستان، حيث واجه الجيش الباكستاني تمردا منذ نحو عقد. وصرح وزير الداخلية الباكستاني الشيخ رشيد أحمد أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 12 آخرون، واصفا التفجير بأنه عمل إرهابي. وأعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن الهجوم. وأشارت تقارير إلى أن السفير الصيني في باكستان ربما كان الهدف الرئيسي لتفجير سيارة مفخخة في ساحة انتظار بفندق سيرينا الشهير. أعلن مصدر إيراني أن كوريا الجنوبية أفرجت عن 30 مليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لديها بسبب العقوبات، والبالغ مجموعها نحو 7 مليارات دولار، وذلك بعدما أفرجت طهران عن ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية كانت محتجزة منذ مطلع العام. وقال رئيس الفرقة التجارية المشتركة بين إيران وكوريا الجنوبية إن سول أفرجت عن 30 مليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لدى مصارفها، موضحا أن طهران استفادت من هذا المبلغ لشراء لقاحات لفيروس كورونا. وأضاف أنه كان من المقرر أن تدفع كوريا الجنوبية 1 مليار دولار من أموال إيران المحتجزة لديها، لكنه لم يتحقق الأمر حتى الآن. وقام رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جونغ سي كيون بزيارة إلى إيران قبل 10 أيام، وبحث مع مسؤولين إيرانيين قضية الأصول الإيرانية المجمدة لدى بنكين كوريين جنوبيين. الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا تسجيل سابقة فريدة خارج كوكب الأرض خلال أحدث مهامها إلى المريخ، وهي تحويل ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي للكوكب الأحمر إلى أكسجين نقي يمكن تنفسه.
وتحقق الاستخراج غير المسبوق للأكسجين من الهواء الرقيق للمريخ بواسطة جهاز تجريبي على متن المركبة الجوالية بيرسيفيرانس ذات العجلات الست التي هبطت على سطح المريخ في 18 من فبراير بعد رحلة استغرقت 7 أشهر من الأرض. وقالت ناسا أن الجهاز يعرف اختصارا باسم موكسي أنتج نحو 5 غرامات من الأكسجين، أي ما يكفي لتنفس رائد فضاء لمدة 10 دقائق تقريبا. وعلى الرغم من تواضع المنتج الأولي، فإن الإنجاز يمثل أول استخراج تجريبي لموارد طبيعية من بيئة كوكب آخر حتى يستخدمها البشر مباشرة. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وياكم إلى نهاية نشرة هذه الفترة. هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.